تحية لكم مشاهدينا، وهذه الجولة الصحفية الجديدة التي تأتيكم على شاشة النيل مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نبدأ مشاهدينا هذه الجولة بصحف القاهرة، حيث تصدرت معركة القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب في سيناء منشطات الصحف، ومنها صحيفة المصر اليوم التي نطالع منها: الأباتشي تقطع رؤوس الإرهاب في سيناء، المتحدث العسكري يؤكد مقتل 10 إرهابيين وضبط 54، تدمير 12 عربة ودراجة، القوات البحرية فرضت طوقا عسكريا قرب شواطئ رفح والشيخ زويد والعريش، أي عناصر إرهابية. أما الولايات المتحدة فهي تدعم حق مصر في الدفاع عن نفسها. اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لبحث أزمة الكهرباء تصدر أيضا منشطات الصحف، حيث نطالع من صحيفة الجمهورية: السيسي في اجتماعه مع محلب ووزيري الكهرباء والبترول ضمانات لانتظام الكهرباء وتأمين احتياجات المواطنين. الرئيس اطمأن على توافر احتياجات مصر من الكهرباء خلال الصيف القادم، ويشدد على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد والقدرات المتاحة. استعدادات وتحالفات لانتخابات البرلمانية القادمة رصدتها صحيفة اليوم السابع في عناوينها، وقالت: خلاف الجنزوري والجبهة المصرية على تقسيم البرلمان. ائتلاف الجبهة المصرية يعلن عن طرح قائمة تضم 120 مرشحا للانتخابات البرلمانية على رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، الذي يعتزم تشكيلها من مختلف القوى السياسية والدفع بها في الانتخابات المرتقبة. حوار وزير التنمية المحلية مع صحيفة الأخبار تصدر عناوين صفحتها الأولى، ونطالع منها: عادل لبيب وزير التنمية المحلية لمنتدى الأخبار: الترسيم الجديد للمحافظات أول يوليو القادم، وحلايب تنضم لأسوان، حركة المحافظين قبل البرلمان، والتغيير يشمل 40%، والمحليات بعد مجلس النواب بشهرين، وصلاحيات أوسع للشباب والمرأة والأقباط. معركة مصر في مواجهة قوى الإرهاب ألقت بظلالها على العديد من مقالات الرأي في صحف القاهرة، ومنها مقال الكاتب عماد الدين حسين بصحيفة الشروق، الذي أكد فيه أن أنصار بيت المقدس الحقيقيون هم سكان القدس المحتلة الذين يتحملون صابرين ويلات الاحتلال، بينما يدعي أنصار بيت المقدس المزيفون في سيناء أنهم سيحاربون دفاعا عن القدس، ولكن بعد أن يدمروا مصر أولا. يقول المقال: في القدس الشرقية المحتلة لا يزال أهلها يقاومون الاحتلال الصهيوني العنصري، مسجلين أروع الملاحم كل لحظة، بينما في سيناء المصرية هناك إرهابيون يطلقون على أنفسهم أنصار بيت المقدس ويقتلون الجنود والأهالي ويدمرون المؤسسات والمنشآت القومية. كل طفل وشاب وشيخ وفتاة في القدس تحت الاحتلال هو مقاوم. هؤلاء لم يضلوا الطريق ولم تنحرف بوصلتهم، يعرفون عدوهم على العكس منهم تماما، أولئك الذين يدعون أنهم أنصار بيت المقدس ولا هدف لهم سوى قتل جنود مصر وإغراق بلدهم في مشاكل فرعية. فتحية لكل من يرابط في القدس المحتلة يدافع عنها، ولا سامح الله كل من وجه رصاصاته ضد مواطنين أبرياء يدافعون عن حدود بلدهم. الحيرة التي واجهها الشباب بعد ثورتين كانوا هم شعلتها ووقود الأمل في مستقبل مشرق لمصر، رصدها الدكتور وحيد عبد المجيد بصحيفة الأهرام، والذي أكد خطورة الإحباط وغياب الأمل عند الشباب وضرورة التفكير المبتكر بحلول غير تقليدية لمواجهة المشكلة. تحت عنوان: متى يعود الأمل؟ يقول المقال:
لقد تفاقمت أزمة البطالة وبلغت مبلغ الخطر بالفعل، وخاصة في ظل غياب سياسات اقتصادية لمواجهتها. وهذا يعني أننا في حاجة إلى سياسة غير تقليدية خارج الصندوق القديم الذي ما زلنا محبوسين في داخله لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الخريجين وجزء من البطالة المتراكمة في آن واحد. لقد فتحت ثورة 25 يناير باب الأمل واسعا أمام الشباب الذين لامست أحلام بعضهم السماء، ولكن هذا الأمل أخذ يتراجع في ظل قدرة الصندوق القديم على مقاومة أي تغيير واستعصائه على التجديد. ولهذا يظل السؤال عن استعادة الأمل مقترنا بالتفكير خارج هذا الصندوق الذي أكله الصدأ. نتحول إلى الصحف العربية ونطالع من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. فك الحصار عن مصفات بي جي. كتبت الصحيفة في واحدة من أبرز النجاحات العسكرية لبغداد منذ سيطرة داعش على مناطق واسعة من البلاد، القوات العراقية تتمكن من فك الحصار على مصفات بي جي النفطية الكبرى. الضربات الجوية لقوات التحالف الدولي تؤتي ثمارها وتحرر مدينة بي جي. رئيس الأركان المشتركة الأمريكية يؤكد أن موازين الحرب بدأت تنقلب ضد داعش. المشهد اليمني المضطرب رصدته صحيفة عمان العمانية، نطالع فيها: المدن اليمنية تشهد تظاهرات حاشدة تطالب بضرورة إخراج الحوثيين من العاصمة صنعاء وبسط نفوذ الدولة. الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل الطاقة بمحافظة مأرب تهدد بانهيار المنظومة الكهربائية بشكل كامل. ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات العنيفة إلى 82 شخصا أغلبهم من الحوثيين. ذكرى استقلال فلسطين يتزامن مع وأد حلم الدولة، عنوان نطالع تفاصيله من صحيفة الخليج الإماراتية التي قالت: تصادف أمس ذكرى إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1988 استقلال فلسطين مع تزايد وتيرة الاستيطان واحتلال كامل لمدينة القدس وتشريد وقتل وحروب يمارسها الاحتلال على الشعب المحاصر. فهل آن الأوان لهذا الشعب الأبي أن يحقق حلمه في دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف؟ بنغازي مدينة منكوبة، هذا ما ذكرته صحيفة عقاد السعودية وكتبت: مجلس النواب الليبي يعلن أن بنغازي مدينة منكوبة بعدما ارتفعت حصيلة الهجوم الذي يشنه الجيش ضد المسلحين إلى أكثر من 350 قتيلا. ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد أن القتال العنيف في ليبيا يجبر أكثر من 100,000 شخص على الفرار من منازلهم وانعدام أوجه الحياة ببنغازي ونقص في الأدوية والمحروقات والسلع والمواد الغذائية. نتحول إلى مقالات الرأي، حيث رصدت صحيفة الدستور الأردنية الانتهاكات الصهيونية في الأقصى المبارك والقدس الشريف، وأكدت أنها دليل قاطع على أن إسرائيل لا تؤمن بالسلام ولا بحق فلسطين في إقامة دولتها على ترابها الوطني. كتبت مقالا بعنوان: القدس والتهويد بين الخديعة والاعتذار، قالت فيه: تحتاج القدس إلى مساندة قوية من العرب والمسلمين وطرق جميع الأبواب القانونية الدولية مثل محكمة العدل الدولية والضغط على الدول الأوروبية لإنهاء حصار غزة. فالقدس وفلسطين بحاجة إلى مواقف جادة وليس مجرد إدانة وشجب حتى يتسنى لها الصمود في وجه الانتهاكات الصهيونية الصارخة. القدس تحتاج إلى الضمائر الحية والعقول الذكية والإرادات الوطنية المخلصة، والقدس إذا لم تسعفها الخطط العاجلة سوف تتحرك نحو أيام بالغة السواد والظلمة. فهل تترك القوى السياسية صراعاتها العبثية ويتحرك الجميع لبناء مستقبل إنساني ومضيء للقدس وفلسطين؟ نزيف النخبة السورية ودمارها، تحت هذا العنوان أكد الكاتب فايز سارة في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط أن مقتل 4 خبراء سوريين في أهم وأخطر مؤسسة علمية سورية قرب دمشق مؤخرا يمثل حدثا جديدا في ظاهرة نمت واستشرت منذ بدء الحرب السورية، وهي ظاهرة نزيف ودمار النخبة السورية. يقول الكاتب: بدأ المسار العام لظاهرة نزيف النخبة السورية مع خروجهم ضمن السوريين المطالبين بالحرية، وكغيرهم من المحتجين تعرضوا إلى ظلم النظام قتلا وجرحا واعتقالا وملاحقة.
كما فتحت تطورات الوضع السوري نسقا آخر لا يقل خطورة من دفاع مئات الآلاف من كل التخصصات النادرة لمغادرة البلاد رغبة في الخروج من حمام الدم، فأصبحوا لاجئين في دول الجوار. لقد خسرت سوريا في 3.5 سنوات قسما كبيرا من نخبتها، وباستثناء الأثر الإنساني الذي لا يمحى بما فيه من آلام ومعاناة شديدة، فإن الأثر المادي كبير أيضا، وسيحتاج إلى عقود من السنوات حتى تعوض ما فقدته من قدرات النخبة، ليس فقط من قتلوا واعتقلوا، ولكن أيضا لمن خرجوا سيعودون في المستقبل أم لا. نتحول إلى الصحف العالمية ونبدأ من صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي أبرزت زيارة رئيس الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي المفاجئة للعراق. ومنها نطالع: ديمبسي في زيارته الأولى منذ قرار أوباما تكوين التحالف الدولي ضد داعش يقول إن الهجمات على التنظيم سوف تقل، إلا أن الحرب ستستغرق عدة سنوات. وزيارة ديمبسي تتزامن مع استعادة القوات العراقية السيطرة على مدينة بيجي. بعد عودته، أوباما يواجه مشكلتي الهجرة وإيران، عنوان نطالع تفاصيله من صحيفة USA Today الأمريكية التي كتبت: الرئيس الأمريكي الذي اتخذ خطوات هجومية منذ فوز الجمهوريين في انتخابات الكونغرس سيواجه المزيد من المعارك بعد عودته اليوم من جولته الأسيوية. أوباما يسعى لإقرار قوانين الهجرة والوصول لاتفاق نووي مع إيران، أما الجمهوريون فيرفعون شعار المعارضة أمام هذا التحدي كله. يريد أوباما إثبات أنه لم يعد الدمية البالية. إنها دبلوماسية البوارج، هكذا وصفت صحيفة الاندبندنت البريطانية الأجواء التي صاحبت حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة العشرين، وقالت: بوتين يصل إلى أستراليا محاطا بأربع بوارج حربية، وهو الأمر الذي أثار سخرية الحاضرين وعرضه إلى المزيد من الانتقادات، خاصة مع الدور الذي يلعبه في الأزمة الأوكرانية التي تعد الأكثر خطورة في أوروبا منذ قرن. مظاهرات سلمية تحيط بمقر بوتين، والتوتر بين روسيا والغرب هو الأعنف منذ سقوط حائط برلين. ننتقل إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي كشفت عن قيام المزيد من موظفي الوكالات الفيدرالية بعملية سرية بهدف جمع معلومات عن مواطني الولايات المتحدة. تخفي 40 موظفا في صورة رجال أعمال ومتظاهرين وأطباء وآخرين في مناصب وزارية. قالت الصحيفة إن العمل السري محفوف بالمخاطر، لكن الحكومة الفيدرالية تعتبره أداة هامة للمخابرات، ولكن الكشف يثير عدة تساؤلات حول انتهاكات الحريات العامة والخاصة. نبقى مع صحيفة نيويورك تايمز، ولكن هذه المرة بمقال ألقت فيه الضوء على الملف النووي الإيراني الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من وصوله إلى محطته النهائية الأسبوع القادم بتوقيع الاتفاق النهائي، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه حال فشله فلا ينبغي أن تكون النهاية. منذ نحو العام من الجهود المضنية تقف إيران وجها لوجه مع الغرب في 24 نوفمبر الجاري لإتمام الاتفاق النهائي حول برنامجها النووي، ولكن مع الإخفاق في مفاوضات عمان تزيد الشكوك حول إمكانية التزام إيران بالموعد المحدد، ولأن لا أحد يريد فشل عملية التفاوض فثمة حديث عن مد الجدول الزمني لهذا الملف الشائك. يجب على الجميع المحافظة على التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن وإن كان قليلا، ودون ذلك تحل تراجيديا، حيث يرى المجتمع الدولي أن الملف الإيراني يمثل تهديدا ليس فقط على المنطقة فحسب، بل على العالم بأسره. وحسنا فعل أوباما بمخاطبة خامنئي، وعلى الآخرين أن يحذو حذوه، لأننا أمام فرصة لا يجب أن تفلت من بين أيدينا. لم تقف خطورته على قدرته على الفتك بالإنسان، بل تجاوزها ليفتك به أيضا حيا. رؤية طرحتها فتاة من سيراليون في مقال لها بصحيفة الأوبزيرفر البريطانية، سردت فيه معاناة من ينجو من هذا المرض في مجتمعه وبين جيرانه، وقالت: لم تعد الإيبولا اسما غريبا، فهو أصبح الآن منتشرا في كل مكان، وأينما تذهب ترى تأثير هذا الفيروس وكيف يترك بصماته على أي شيء قد تلمسه.
لقد عانينا من تجارب مريرة في حي أرونا حيث أعيش، ومنذ 7 أسابيع عندما تماثل أحد أفراد عائلتي للشفاء من هذا المرض الخطير غمرتنا الفرحة، لكن بقيت اللعنة التي توصم كل من أصابه هذا الفيروس الفتاك. لقد نبذنا كل من حولنا وأطلقوا علينا عائلة إيبولا. الحكومة وصفت الناجين من هذا المرض بالأبطال، ولكن أين هذا من الواقع؟ لقد بقينا أياما نعاني من الجوع، فلا عمل ولا تعليم ولا تجمعات. أتمنى أن يعرف الناس مزيدا عن هذا المرض حتى لا نعامل بهذه القسوة. واليوم وأنا في مجتمع جديد تلوح في الأفق بادرة أمل لبدء حياة جديدة لا أحمل فيها اسم فتاة. والآن مشاهدينا نختتم هذه الجولة الصحفية بفاصل من الرسوم الكاريكاتيرية. وصلنا إلى ختام هذه الجولة الصحفية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.